أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، معشر السادة والسيدات، دائما مع مونديال قطر أحداث وعبر. الحلقة الثانية عنوانها ما ربحته قطر. أولا سرد أحداث، لأول مرة في تاريخ المونديال تنجح دولة عربية إسلامية هي دولة قطر الشقيقة في الظفر بشرف تنظيم كأس العالم، وقد اعترض طريقها صعوبات وتحديات ودسائس ومؤامرات، بعضها آت من الخصوم والبعض الآخر من نيران صديقة، وقد تغلبت على مختلف التحديات والمؤامرات ففازت بالتنظيم وجندت كل إمكانياتها وطاقاتها للإعداد الذي احتاج جهودا مضنية وأموالا طائلة وخبرات كبيرة. وقد نجحت على مختلف الأصعدة، فعلى الصعيد الرياضي بنت وركبت ملاعب ضخمة وجميلة، وعلى الصعيد اللوجستي وفرت كل الحاجيات، وعلى صعيد التنظيم كان التنظيم محكما بديعا في كل الأمكنة، وعلى الصعيد الأمني نجحت قطر في توفير الأمن وقلت الجرائم إن لم نقل انعدمت، وعلى الصعيد المالي وفرت كل ما يحتاج إليه تنظيم تظاهرة ضخمة من حجم كأس العالم. ومن ناحية أخرى نجحت قطر إسلاميا حيث علقت جداريات بالعربية والإنجليزية تعرف بمبادئ الإسلام وأخلاقه، كما استدعت دعاة متمرسين يعرفون بالإسلام ويجيبون عن أسئلة السائلين، وأعدت ترجمة لمعاني القرآن الكريم بمختلف اللغات وكتبا متنوعة حول الإسلام، كما هيأت مساجد جميلة في مختلف الأماكن واختارت لها أجود المؤذنين صوتا، وبالمقابل منعت الخمور في الملاعب ومحيطها وحاربت شارات ولافتات الشواذ، وكان الغالب في لباس الناس الستر. كما نجحت في التعريف بالقضية الفلسطينية، وأظهر الشعب القطري والأسرة الحاكمة احتفاء كبيرا بمختلف الزوار والفرق الكروية، ولا سيما على صعيد العالم العربي والإسلامي، حيث لا ننسى التفاتة طيبة من سمو الأمير تميم جزاه الله خيرا، حيث يحضر مع أبنائه وبناته إلى جانب الوالد والوالدة يحملون أعلام الدول العربية ويشجعونها بحماس منقطعة النظير، كما حدث مع تونس والسعودية والمغرب. وبذلك وبكثير غيره نجحت قطر في كسب الرهان، فأرضت الصديق وأسكتت الحاقد وأعطت قدوة ومثلا بالعمل وبالملموس لا بالشعارات التي هي جعجعة بدون طحن. وللحديث بقية إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.